المتحدة لها. دكتور مازن، واحدة من أهم المتغيرات اللي أشرت لها في طيات حديثك من بداية الحلقة هو المتغير السوري، هذا اللي صار بسوريا من 2011 تحديدا لحد الآن ألقى بظلالة كثير، ودفع وزير الخارجية السعودي الجوير أن يصف الحشد الشعبي الميليشيات أول البارحة، ودعا وزير خارجية الإمارات قبل أشهر أن يصف الحشد الشعبي هاي المؤسسة اللي أصبحت مؤسسة عراقية الآن رسمية وفي ظل القانون أن يصفهم أيضا بالميليشيات ومشاركته في سوريا. كيف ترى استمرار تأثير هذا المتغير السوري على العلاقات بين العراق ودول الخليج؟ أكيد العالم أصبح صغير جدا، ما يحصل في دولة لابد أن ينعكس على ما يمكن أن يحصل في دولة أخرى سلبا وإيجابا. سوريا دولة مجاورة، حالة عدم الاستقرار السوري لابد أن تنعكس بمثله على الواقع العراقي، مثلما هو الحال العراقي ينعكس على واقع سوريا، وبالتالي الموضوع يعني لا يحتاج إلى أن نتعمق في التحليل حتى نكتشف العلاقة بين ما يحصل في سوريا وتأثيره على العراق. التأثير متبادل وطريق من ممرين وليس طريق من ممر واحد، مثلما يؤثر العراق في سوريا سوريا تؤثر في العراق. أما عن موضوع الحشد، أنا أتفق مع السيد قيس العامري عندما قال أن العراق ليست لديه قوات رسمية في سوريا حتى يصار إلى القول أنه يعني مع النظام في سوريا. حركة أي دولة هي حركة صناع قرار هذه الدولة وليس حركة أجهزة ومؤسسات خارج مؤسسات الدولة، وهذا الكلام ينسحب على كافة الدول المعاصرة سواء كانت عظمى كبرى متوسطة صغرى. السياسة الخارجية تعبر عنها أجهزة الدولة الرسمية وليست أجهزة غير رسمية تابعة لهذه الدولة.